اهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في كل يوم جديد. النهارده هنعمل الاكله اللي كل الناس بيحبوها وبالذات ولادنا، واللي هي البيتزا. دايما البيتزا ولادنا بيحبوها، بس بيكون عندنا تعليق صغير بان الجاهزه مش زي اللي في البيت، يا عاليه يا اما ناشفه يا اما الجبنه عامله زي البلاستيك من فوق، وكل دي عيوب هنقدر نحلها مع بعض. مشكله ان الجبنه تبقى عامله زي البلاستيك من فوق ايا كانت النوعيه ايه، مش لازم تكون نوعيه غاليه قوي او رخيصه، ان لازم الجبنه تكون مش متجمده، لازم الجبنه تكون فكه بالشكل اللي قدامي ده، الجبنه مش متجمده. لو طلعت الجبنه بالفريزر واشتغلت بيها فانا عندي مشكله ان الجبنه هتبقى عامله زي البلاستيك من فوق. طيب حته اللي بيبقى مكتومه دي من طريقه التخمير، ان اللي بتبقى عامله زي العيش او زي الفايش كده بتبقى عاليه ومش مظبوطه، ده سمك العجينه مع الخميره والتخمير الاثنين مع بعض. طيب عندي مشكله كمان في معظم انواع الخميره اللي موجوده، ان ما بتكونش جودتها عاليه قوي او بسبب سوء التخزين في البيت من درجه حراره المطبخ والكلام ده بتبوظ. ممكن احطها في التلاجة او اختبرها، ان انا اجيب شويه ميه دافيه واخد من الخميره الفوريه بتاعتي شويه واحطهم فيها واقلبها كده واشوف هتعلى ولا لا. عليت بسرعه فكده الخميره نوعها كويس، ما عليتش بسرعه معايا واخدت وقت على ما عليت فممكن ازود نص معلقه كمان عشان تكون كويسه. وعندي السكر هنا عشان ينشط الخميره. تعالوا بقى نشوف هنعجن الخميره بمقادير عامله ازاي او قد ايه. عندي 3 كوبايات دقيق، ودي لجميع الاستخدامات، 3 كوبايات. عندي معلقه ونص خميره، معلقه سكر ورشه زعتر ومعلقه زيت زيتون وكوبايه ميه دافيه. هحطهم في العجان. ادي الثلاث كوبايات دقيق بتوعي، هنزل بيهم كده في العجان على طول. بعد كده هحط ميه دافيه في نفس الجوله مش مشكله، وبعد كده عليها الخميره وادي السكر والزيت كمان، اللي زيت الزيتون هنا هيديني طعم فوق الممتاز، ورشه الزعتر الصغيره دي هتديني ريحه وطعم للعجينه ما لهمش مثيل. انا بروح اشتري البيتزا في اماكن كبيره جدا باسعار غاليه جدا، لكن انا مش متكلفه كل ده، بالرغم ان انا ممكن اعمل في البيت نفس الجوده بالظبط. اهي هقلب كده، لو انا صبرت على دي شويه المايه الدافيه هتلاقي الخميره بتاعتي ابتدت تعمل الرغاوي دي، ودي عماله تزيد. طبعا انت تعملي ده لو انت فاتحه عبوه الخميره قبل كده وهتستخدميها لتاني مره، لكن احنا طبعا الخميره بتاعتنا على طول اهي كويسه. هننزل بنص الكميه دي على العجينه وناخد رشه ملح صغيره ما ننساهاش، مهمه جدا رشه الملح على كل العجائن اللي احنا بنعملها. بعد كده اشغل العجان بتاعي وانزل بالميه دي واحده واحده والعجان شغال. بعد ما اسيب العجينه بتاعتي تاجل لمده 5 دقايق، ممكن اخد رشه دقيق صغيره كده في الجنب عشان تلملي العجينه بتاعتي. بعد كده اشغل دقيقتين كمان. كده خلاص العجينه بتاعتنا اتعجنت. تعالوا بقى نشوف المرحله الثانيه اللي هي برده مهمه عشان العجينه بتاعتنا تكون مظبوطه. هاخد العجينه بتاعتي كده وقوم جايب شويه دقيق وفي بوله، اهو لامم العجينه بتاعتي كده وقوم حاطط فيها شويه دقيق هنا ومش كتير عشان ما يلزقوش في العجينه، وقوم حاطط العجينه هنا كده واحطها في مكان دافي لمده 10 دقائق او ربع ساعه بالكتير قوي عشان تخمر وتريحني في الفرن. وبعد ما هسيبها تخمر هلاقي ان هي كبرت عن الحجم بتاعها ده، يمكن تملى البوله وزياده كمان عشان تطلع افضل نتيجه للبيتزا. قفلتها انا كده، هسيبها بقى في مكان دافي لمدة ربع ساعة وبعد كده نرجع نكمل مع بعض على طول. خمرت بقى العجينة بتاعتنا، نقوم واخدينها كده من الاسترتش، واحنا هنعمل النهارده واحدة كبيرة مثلا أو 2 كبار. هقوم واخد العجينة كده شيل دي، وأقوم واخد شوية دقيق رششهم هنا، وأقوم لافف العجينة بتاعتي بالشكل ده. حسيت ان العجينه بتلزق في ايدي اقوم ايه دهن ايدي شويه دقيق كده عشان ما تعملش الحركه دي. بعد كده هقسمها 2 هنا، وادي واحده وادي واحده. تعالوا نعمل واحده مع بعض كده نشوف ازاي هنفردها وازاي تطلع باحسن نتيجه. هرش شويه دقيق هنا واقوم واخد شويه دقيق تاني رششهم على الفراده بتاعتي وعلى وش الكوره اللي انا هشتغل بيها من العجين. افردها بايدي كده الاول ببطن ايدي بالشكل ده، بعد كده بالفراده افرد بقى ايه يمين وشمال على قد الصينيه بتاعتي. حسيتها بتلزق وبرش على وشها شويه دقيق، وفي الاخر هنفط كل الدقيق ده.
بص بقى الزعتر، شويه الزعتر في العجينه باينين، ودي في الاخر هتديني طعم كويس جدا. في ناس بتزود على العجينه زبادي ممكن، في ناس بتزود لبن مع الميه ممكن، كل ده في الاخر هيخلي العجينه طريه ويدينا نتيجه كويسه. وزيت الزيتون برده هيطريها ويدينا وفوائده كتير جدا. بعد كده اهي اقوم واخد دي على ايدي كده وانفضها من الدقيق، واقوم رافع دي على ظهر ايدي كده، واقوم رايح على الصينيه حاططها فيها. صينيه تيفال ماشي، او لو صينيه المونيا ممكن ادهنها شويه زيت. ويا سلام بقى لو الزيت ده فيه توم كده وشويه زعتر شويه روزماري، الكلام ده كله كويس جدا. نيجي بقى المرحله كمان، انا عايز اعمل البيتزا في البيت تكون هشه كده زي اللي بروح اشتريها جاهزه بالظبط، ومش عايز الاقيها بتلزق من فوق. طيب او مديها سن التخمير كمان، او مغطيها، ممكن فوطه تكون بتاعه مطبخ كده تكون نظيفه، وبالها ميه، واقوم حاططها على وش البيتزاية بتاعتي عشان تخمر شويه، واغطيها بالستريتش كده واسيبها لحد ما تخمر، ونكمل مع بعض بعد كده الخطوات دي. فيها 10 دقايق كمان عشان تخمر، برده في مكان دافي او جنب الفرن بتاعي اهي، نفس الصينيه بالظبط، وهنسيبها تخمر 10 دقايق كمان ونرجع نكمل عشان نعمل احسن بيتزا ممكن تعمليها في البيت. مفيش اي حد ينافسك ولا حد يقول ان فيها اي عيب حتى لو طعمها مش حلو. خلاص كده سيبنا العجينه بتاعتنا، نفتح بقى ونشوف كده شكلها بقى عامل ازاي. اهي هقوم جايب شوكه وجاي من هنا اسيب مثلا قد سنتي، وبعد كده ابتدي اخرم بالشكل ده. لو العجينه ما خمرتش بالشكل اللي قدامي ده ما كملش، يعني لو العجينه مش هتخمر ما كملش، عشان في الاخر هتديني نتيجه مش حلوه جدا، وبقى انا كده ضيعت الجبنه الموتزاريلا وكل الحاجات اللي احنا عملناها كويسه مع بعض، ويبقى كده يبقى عندك مشكله في نوعيه الخميره نفسها. بعد ما اخرمها كده اقوم دايس على الجنب اللي انا خرمته، واسيب الحروف دي عشان في الاخر عايز الحروف دي بيكون شكلها جميل جدا وبتكون هشه، وفي ناس بتحب الحروف الاطراف دي جدا تاكلها. قلبنا كده، ناقصنا الصلصه. طب الصلصه هنحط صلصه خام ولا هنحط كاتشب ولا هنحط ايه؟ تعالوا نعمل بقى الصلصه زي المطاعم الايطاليه بتعملها بالظبط، ونضيف لها لمسه كمان من عندنا عشان تحلي الاكل بتاعها. الصلصه بتاعتي عشان اعملها محتاج كوبايتين عصير طماطم، والطماطم بتاعتي تكون مسلوقه شويه عشان تنجز معايا وقت. بعد كده عايز 3 معالق صلصه، معلقه ثوم، نص مكعب مرقه، معلقه زيت زيتون، ومعلقه سكر، ومعلقه ملح وفلفل اسود، وعود روزماري، وعود زعتر. لو موجودين ماشي، مش موجودين مفيش اي مشكله، وفي زعتر جاف برده هيديني نفس النتيجه اللي انا عايزها. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز. عندي زيت الزيتون، هاخد المعلقه بتاعه زيت الزيتون بتاعي واحطها على النار، وما احطهاش كتير عشان فوائده ما تروحش. بعد كده هنزل بالثوم عليه، مع الصلصه، وما اخليش الثوم بتاعي يتحمر قوي، اقوم نازل عليه بالصلصه كده على طول اهو. حمر الصلصه شويه عشان اضيع الضرر بتاع الماده الخام، بتاع الماده الحافظه بتاعه الصلصه. كل ما احمرها شويه كده كل ما مفعول المواد الحافظه اللي في الصلصه بيروح تماما. بعد كده هاخد الصلصه البوريه بتاعتي، الطماطم مع الصلصه البوريه، واقوم مقلب. طيب هيبقى عندي المزازه بتاعه الصلصه البوريه والطماطم، هنكسرها بالسكر اهو، وادي رشه الملح ورشه الفلفل. عندك شويه بهارات كده ميكس عاملاهم في البيت، ممكن تحطي منهم برده مفيش اي مشكله خالص. عندي مكعب نص مكعب المرقه، وعود الروزماري، وعود الزعتر، ولو عندك زعتر باودر زي اللي باقي عندي من العجينه كده برده ممكن ايه نحط شويه. بعد كده هقلب، والصلصه طبعا افضل ان انا اعملها من قبلها بيوم او قبلها بثلاث اربع ساعات، لان بيكون عندي مشكله كبيره جدا من في الصلصه لما تتحط سخنه على العجينه. لو انا عملت الصلصه سخنه وحطيتها على العجينه، هحس ان العجينه من الحته اللي فيها الصلصه دي فيها نيه، فيها حاجه غريبه كده مش مظبوطه، ما بيكونش طعمها حلو. فاحنا نعمل الصلصه بالشكل ده ونسيبها على النار نص ساعه، وبعد كده نرجع تكون بردت او تبرد، بعد كده ادخلها الثلاجه نص ساعه، ونرجع نكمل مع بعض عشان الوش اللي عليه الصلصه ده يكون طعمه كويس جدا زي الحرف كمان بالظبط. خلاص كده الصلصه بتاعتنا بردت وحطيناها في الثلاجه، ما نحطش الصلصه سخنه طبعا. بعد كده هاخد بيها من المعلقه بقى هنا اهي، دي معلقه، اثنين، ثلاثه، وافرد بقى ايه، بصوا اهو
حاطط النص الكميه في النص اهي، وابتدي احرك كده وابتدي افرد بايدي اهو كده بالشكل ده. مش عايز اوصل بعد الاخرام بكتير، بعد الاخرام بحاجه بسيطه قوي اللي انا عاملها دي اهي، ابتدي افتح كده وابتدي الف البيتزاية، وادي المعلقه ماشيه اهي بالشكل اللي قدامي ده. خلاص حطينا كده احنا الحاجه بتاعتنا. هنيجي بقى للجبنه. الجبنه قلنا في اول الحلقه ان لازم تكون الجبنه فكه مش متجمده، لو متجمده ما ينفعش اعمل بيتزا ما تعمليش هتبوظ. بعد كده هاخد الجبنه احطها في النص اهي كده. طيب بحس ان الجبنه ساعات بيكون طعمها عادي بشويه الموتزاريلا، وبتختلف من نوعيه لنوعيه في الطعم بتاعها. اقوم جايب شويه جبنه شيدر على شويه جبنه رومي مبشورين، احطهم على الجبنه هيظبط لي طعم العادي بتاع الموتزاريلا مع الشيدر والرومي. فردنا كده، عندنا سلامي مثلا كده، احنا ممكن ندخلها الفرن مع شويه رشه زعتر وهتبقى كده مارجريتا، واحنا هنوريكم ازاي المارجريتا في الاخر هيكون شكلها عامل ازاي. بعد كده عندي السلامي، حط السلامي هنا كده مع زيتون حلقات، بيكون الموضوع في منتهى الجمال. وسع كده، والجبنه هي كده كده هتسيح وتفرش. ممكن نحط واحده هنا كده، وده كده كويس جدا. ناقصنا كده بس زيتون نحطه، وبعد كده هندخلها الفرن. لازم يكون الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 200، عشان اقل حاجه 200 هو الفرن بتاعك تحت وفوق بس. فهنشغل تحت الاول لحد ما تحت بتاع البيتزا يستوي، وبعد كده هنسوي بالشوايه البيتزاية بتاعتنا. مهم جدا بقى الزيتون برده بيدينا طعم حلو. نحط بقى الزيتون كده ونشكلها زي الجاهزه، بحيث ان كمان يكون شكلها برده ايه، يفتح النفس قبل ما تكون هي كمان كل حاجه فيها معموله مظبوطه. خلاص عملنا دي، هنفتح بقى الفرن بتاعنا كده وهو سخن، وندخل البيتزاية بتاعتنا على الفرن على درجة حرارة 200. ومهم جدا جدا ان يكون الفرن بتاعنا يكون سخن، وزي ما قلت لحضرتك دي نتيجة مهمة جدا، عشان لو الفرن بتاعك ما كانش سخن هينشف البيتزاية، وهتلاقي الجبنة بتاعتها مش مظبوطة ولا العجينة كمان مظبوطة. تعالوا بقى نسيبها تستوي، وبعد كده نرجع نشوف النتيجة بتاعتنا هتكون عاملة ازاي. خلاص كده البيتزاية بتاعتنا استوت، تعالوا بقى نطلعها نشوف زي الجاهزة ولا لأ. خدها هنا كده. بيعملوا حاجة كمان في المطعم، إن أنا بلاقي الحروف البيتزاية دي منورة كده، بيجيب شوية زيت عليهم توم زعتر وياخدهم بالفرشة كده، ويقوم ملمعلي حرف الفرشة البيتزاية طالعة بزيت زيتون، عشان ما يكونش دخل الفرن وفوايده كلها راحت زي اللي حطيناه في العجينة وفوايده قلت بالشكل اللي قدامي ده. وبتفضل البيتزاية منوره كده. احنا ممكن نجيبها هنا، بعد كده هاخدها على البورد هنا اهي، وادي كده البيتزاية الكاليزوني بتاعتنا. احنا عندنا واحده كمان هي المارجريتا، زي ما قلنا هنعملها، ممكن نقطعها كده اهي، بس طبعا دي احنا مش ملمعينها. وانا بقطعها من هنا عشان اما اسحب كده اشوف العجينه بتاعتي. العجينه هنا من الجنب، لو العجينه مش مظبوطه هتبقى الحته دي كلها باين ان هي معجنه، وادي الحته اللي فيها الصلصه مش باين ان هي ملزقه كده، او ان في تعجينه بين الصلصه وبين العجينه والجبنه، ده عشان الصلصه كانت بارده والعجينه خمرانه براحتها. ادي كده قطع البيتزا بتاعتي. ودي كده البيتزا المارجريتا، ودي الكالزوني. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، عشان اولادنا كلهم يكونوا مبسوطين بالاكله اللي ما فيش ولا كبير ولا صغير ما بيحبهاش. بيتزتنا النهارده كانت سهله جدا، هنقول مقاديرها تاني سريعا عشان تنزل مع المنيو، عشان اللي عايز يعمل الوصفه تكون عاجباه ما ينساش اي حاجه. كانت مقاديرنا النهارده 3 كوبايات دقيق للعجينه، ومعلقه كبيره ونص خميره فوريه، ومعلقه كبيره زيت زيتون، ومعلقه سكر كبيره، رشه ملح، رشه زعتر، وكوبايه ميه دافيه بولة دي زياده فردنا بيها العجينه. اما الصلصه كانت كوبايتين عصير طماطم، و3 معلقه كبيره صلصه، معلقه صغيره ثوم مفروم، عود روزماري، عود زعتر فريش، ومعلقه صغيره سكر، ومعلقه كبيره زيت زيتون، ونص مكعب مرقه وملح وفلفل اسود. يا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم، واشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم. والسلام دايما ختام.